خبريه ما بدي حدا يقول لي انا مبروك الموفي الارمات على دي انا مش طيران لهون ما بنشوف شيء تحت فيلم لبناني او شو قلت لا في حدا روحوا كنت مرشحه روحوا ما بدي اعديكم ست كلوديا نفس القصة يعني الله يستر عليك ما بعدين تلقوا شو راح يكون كيفنا انا بحس فايتين مع دمبلز دغري لاني مرشحه ايه ست كلوديا بحس فايتين مع دمبلز جوا بس امبارح ما كنت مرشحه اليوم اكثر شوي كيفكم جيب لي كرسي لا 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 ابدا ابدا لا ما بدي ما بدي اقعد ما بدي اقعد ايه ما بدي انشر هيدا كثير عندكم والله عندنا لايكو بعد عندنا 2 افال بس غير شي حرارة 2 تحت الصفر عادي قول واحد مش 2 خلص واحد ده خلص لا هلا بعد في 2 افال اوكي شو بدنا نخلص ما هو الافال الاخراني بيكون عادة جد هيك كذا انه هيدا اخر افال مشان هيك هيدا بنتسلى فيه كثير واو كنت تضحكي يعني كنت تضحكي ايه بدي اضحك شو الخبريه ها جيت على العرض ان شاء الله مش قصة تضحك لا فيك صعب وبده شخصية واو وبده سرعة بديهة بس كلها فيها تكون محضرة ما رح فاجئكم بشي يلا نشوف منيح في عنا شغلة هيك واقفة وفيها تحت إذا شفتوها شي مرة مطرح ما بنعمل إيفال حديدة زرقاء هيدي عطيتني الفكرة هاي تلفزيون جميل بيك قلب محطات يلا وانتو واقفين بالتلفزيون واقفين بالتلفزيون وانا يعني انت جوه اذا شخص انا عندي ريموت كنترول بتجيب 4 محطات مثل ما عملنا اكزرسيس محطه اخباريه محطه غنائيه محطه دراما مسلسلات عربي تركي بوليوود اللي بدكم اياه بوليوود ايه طبعا وشو بقى وكرتون أوكي. للولاد الصغار ومال شايف اوكي اكيد هلا انا معي هالريموت كنترول وبدي اشتغل فيكم اشتغل فيكم دخل كلمه اقلبكم بقى ما انا لبنانيه بتعرف شو يعني اشتغل فيكم اوكي على لبنان اصليه ايه طبعا لكن على شو يلا بدي انا اتسلى هيك يعني مثلا ما بنعرف اي قناه بدك تعطينا ابدا انتم واقفين جامدين انا مثلا غنانه هم غنيين يمكن انا ما حط الا غنانه ولا تغنوا وتفلوا حرا يمكن بنص الغنيه اقول لك مثلا اخبار كرنو. اه يعني هتقول لنا احنا المفروض نعمل ايه يعني طبعا انا عم بكبس بقول اخبار ما بدنا وقت دغري اخبار كيف الريموت كنترول بتقطع طب معقول مثلا غنانه اخبار غنانه ايه ايه ايوه اه يعني اخبار وغنانه اخبار غنانه واحنا المفروض ممكن من بعد الغنانه كرتون معقول تقلبهم ورا بعض تخيل انت قاعد وعم تقلب اخبار غنانه كرتون حرة. اخبار غنانه كرتون يعني ممكن حضرتك انا اصلا يعني حاطه رح احط بوب كورن لالي وللشباب يعني ممكن تقعد تسلي وتقعد تدوسي كذا مره للشباب انت والشباب وهتحكم يعني واحنا نضطر جوه التلفزيون بقى بالاخبار الغنانه الكرتون حره الله ايه ماشي حره حضروا 4 اشياء كرتون. كل شغلة حضروا لمرتين ما حدا بيعرف مش تحضير مدام هي سلام يعني ايه كل مش تحضير لا لا بلا فيها تحضير يعني ايه كل شغلة اسمعوا مني ما تلبكوا يعني مثلا حضروا خبرين اوكي بس حضروا اخبار كأن يعني كل شغلة حطوا احتمال انه انا يمكن اروح عليها مرتين اه مش ترجع تعدوا لي ذات الخبرية لا ما زيقة يعني حضر 2 كرتون 2 اخبار 2 غنية 2 مسلسل مدام سوري للمنطق انا حاسه انه انت بدك تعمل مسلسل ما عم نفهم عليه مين هيدا نسيم ايه انجي ما دام سؤال في شغله بس المنطق حاجه صيني سالت على شيء اخبار قلبت على غير اذاعه ما في عندي وحده بس اخبار اغاني فهمت عليك اغاني ما نرجع خلصت هذيك الخبريه فهمنا مش انه نفس الغنيه بس بغير مقطع لا خلصت خلص مش انت لما تنقل على المحطه لمحطه ما بتنطرك المحطه طب في شيء وحده رايحه الدش لا ما فيش انا الدش عندي ما فيش محل رايح الدش مثلا رايح الدش بتروح على البيت يعني بتخش اعمل لك هيك بتخش مدام كلوديا بس طبعا اكيد المحطه بتاعت الغناء هتطول شويه بحيث ان لازم نغني طبعا استفلوا لا حضروا غنيتين شو استفلوا اصلا انتوا سته خي معنا وقتنا وفاضيين ومعكم بوب كورن فاضيين معنا بوب كورن بس محصورين يعني انت لازمتينا يعني انه الواحد اذا بده يحضر بده يفكر كيف محصورين عندك الاخبار وعندك المسلسلات وعندك كرتون وعندك غنانه محصورين ما
ليه اخذت محصورين وحطيتيها على الموضوع اللي بدك